الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: أحد أقاربها طلق امرأة من زوجها بسبب عدم تكافؤ النسب، فهل هو آثم في ذلك؟ تقول: هو الذي سعى بالطلاق. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه متى ما تمت شروط العقد وانتفت موانعه فإنه يعتبر صحيحا. فالعقد الذي توفرت فيه شروط صحته وانتفت فيه موانعها فإنه يعتبر من العقود الصحيحة السارية والتي يترتب عليها الأثر. ولا أعلم في الحقيقة دليلاً يدل على أن الكفاءة في النسب من الشروط التي يتعلق بها صحة عقد النكاح، ولا أعلم كذلك دليلاً يدل على أن من جملة الطلاق السائغ شرعاً أن يطلق الإنسان زوجته أو أن يجبر الإنسان على تطليق زوجته لمجرد أنه أو أنها لا تكافئه في النسب. لا أعلم دليلاً يدل على هذين الأمرين، ولكن أعلم دليلاً يدل على خلافهما تماماً. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وهي حسيبة قرشية أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أسامة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، وهم من أنساب العرب، أنكحوا أبا هند، وقد كان حجاما، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وهو من جملة مواليهم. فليس هناك دليل يدل على أن من شرط صحة العقد التكافؤ، وبناء على ذلك فأي إنسان سعى في التفريق بين رجل وزوجته بحجة أنه لا يناسبها نسبا أو لا تقاربه حسبا فإنه يعتبر ساع في إفساد العلاقة الزوجية وانفصام هذا العقد المقدس ظلما وعدوانا، ويعتبر من جملة من يخبب الزوجين على أحدهما. ومن خبب امرأة على زوجها أو زوجا على امرأته فإنه ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليس هناك دليل يدل على هذه العصبية المقيتة التي لا يرضى بها الإسلام. فيجوز للحسيبة أن تتزوج غير حسيب، ويجوز للحسيب أن يتزوج غير حسيبة إذا كان كل منهما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان سالما من الموانع التي تفسد عقد النكاح كالزنا وغيره مما هو معلوم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فوصيتي لمن وقع له شيء من ذلك أن يتوب إلى الله، وأن لا يسعى في التفريق وهدم العلاقة الزوجية لمثل هذه الترهات التي تبنى على العصبيات القبلية الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي من أمور الجاهلية التي لن يتركها الناس، ولكن مع ذلك حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والمتقرر أن أكرمنا عند الله عز وجل أتقانا لا أرفعنا نسبا. فلنتق الله في مثل هذه المسألة، ولا نكن سببا في التفريق بين الزوجين ولا التخبيب بينهما بسبب أنه حسيب وهي غير حسيبة، أو أنها حسيبة وهو غير حسيب، فإن هذا من مراعاة شيء لم ينظر له الشارع بعين الاعتبار، والله أعلم.